ابن حجر عمل قاضيا، عمل زمنا قاضيا، ولكن قد يغلب أحيانا القاضي، قد يغلب أحيانا القاضي ممن حوله، إما أن يكونوا أصحاب مذهب من ذوي الشوكة القوية اللي يخالفهم. فلذلك كما أشار الشيخ أحمد شاكر رحمه الله ويتكلم على مسألة طلاق الثلاث في المجلس الواحد، هل تعتبر ثلاث تطليقات أو تعتبر تطليقة واحدة؟ الشيخ أحمد شاكر طبعا ينتصر لحديث ابن عباس الذي هو كان طلاق الثلاث في المجلس الواحد على عهد الرسول الله صلى الله عليه وسلم يعد واحدة. فهو بدأ يناقش الآراء التي خالفته. وأحمد شاكر أيضا رحمة الله تعالى عليه كان يعمل قاضيا، وأسرته أسرة قضاء أيضا، فنفس الانعكاسات انعكست على اتجاهه، فكان متجردا للدليل بغض النظر عن سلامة الدليل، هو كان محدثا فيما وصل إليه من اجتهادات في صحة الدليل من عدم، لكن كان قاضيا. فالمهم أنه لما جاء يناقش مسألة طلاق الثلاث في المجلس الواحد، هل تعتبر ثلاث أم واحدة، هو اختار أنها تعتبر واحدة. فبدأ يناقش المخالفين، فكان ممن نوقشت أقوالهم كلام الحافظ ابن حجر، فيقول ملتمسا العذر للحافظ ابن حجر، ابن حجر يدافع عن أنها تقع كم؟ ثلاث تطليقات. ابن حجر يرى أنها تقع ثلاث تطليقات، فيقول ما حاصله، ولعله الله أعلم بصحة الكلام لكن أنقل فحوى ما قاله أحمد شاكر رحمه الله، ولعله رحمه الله كانت هناك ضغوط عليه من الأجهزة الحاكمة في ذاك الزمان. أنت عارف أن الأمير كان يحب واحدة كالعمد بتوع زمان مثلا، يقول لزوجها طلقها، طلقها ثلاث مجلس واحد، طلقها ثلاث بعد يومين ثلاثة انقضاء العدة يعقد هو عليها. كانت موجودة بعض الظلمات، لكن بغض النظر عن كل هذا أقول معيدا الصياغة، يقول ولعله يعني الحافظ ابن حجر حاصل الكلام ليس نصا، كانت هناك ضغوط تمارس عليه في هذه المسألة، لأنه وبعد أن أورد الأدلة على وقوعها ثلاثا، وكانت أدلة لا تتوافق مع منهج ابن حجر في البحث بصفة عامة، قال ابن حجر وقد أطلت في هذا المقام لالتماس من التمس ذلك مني والله المستعان. فيقول أشار إشارة من عالم ذكي إلى أن هناك أشياء وراءه تتسبب في ماذا؟ في إلزام بهذا التوجه. لكن نحن نقول هذا ظن من الشيخ أحمد رحمة الله عليه، لكن قصدي أنه قد تكون هناك أحيانا ضغوط سياسية أو مذهبية تؤثر في الأشخاص، إلا من رحمهم الله، إلا من سلمهم الله سبحانه. أعود قائلا